سحب وايداع طبعا الفلوس من ماكينه الاي تي ام. طبعا الطريقه كلها سهله، وكل البنوك دلوقتي تقريبا شبه بعض ونفس الخطوات، سواء السي اي بي او البنك الاهلي او بنك مصر او اي بنك. انت بتروح تحط الكارت زي ما شفنا كده في الفيديو، وتكتب الباسورد. طبعا لازم تبقى حافظ الباسورد، ورجاء محدش يكتب باسورد على الورقه ويكتبها على سيبه على الكارت. طبعا بتدخل على قدامنا ده طبعا سي اي بي، بتكتب ممكن تعمل استعلام عن الرصيد بتاع البنك، بيديك خيارات استعلام. طبعا الحساب الرئيسي لو عندك اكتر من حساب، يعني في حساب توفير، حساب جاري، حساب دولاري، حساب يعني مثلا عليك كارد كده. لو عاوز تعمل سحب بتدوس برضو على سحب. الموضوع سهل جدا، مش محتاج حد يساعدك. بس طبعا في ناس هتقول لك الموضوع معروف وسهل، ماشي، بس في ناس ما بتعرفش، في ناس ما بتستخدمش الموضوع اصلا. طبعا لو هتعمل سحب بتكتب المبلغ وتعمل تأكيد، وهيجي لك او يتم سحب المبلغ، او ممكن تعمل استعلام عادي. مش عاوز ممكن ترجع تاني طبعا على القائمة الرئيسية، وتعمل لو هتعمل مثلا ايداع بتضغط على ايداع، وتبقى مجهز الفلوس اللي انت هتعمل الايداع فيها، وطبعا بتحطها في المكان المخصص ليها. طبعا ما يكونش فلوس مكتوب عليها او مطبقه او عمله اقل من 50 جنيه، مش هتقبل. طبعا المكان ده هو المخصص للايداع النقدي. زي ما احنا شايفين كده، هي طبعا تدخل جوه المكنه ويعدوها، ولو في فلوس فيها مشكله ترجع لك تاني، وبعد كده يقول لك تاكيد، يطلع لك رسيد بالمبلغ اللي انت عملت ايداع بيه. طبعا كل الخطوات ديت بتبقى تقريبا على كل البنوك اللي فيها ايداع. ساعات في طبعا مكان ما بقاش فيه ايداع، بيبقى الموضوع سحب بس او استعلام، لكن في بعض المكان بيبقى فيها فتحتين. ودلوقتي تقريبا هم يعني هيعمموا قصه الايداع والسحب دي على كل البنوك المصريه، لان في تحديث لكل الاجهزه او كل الاي تي ام يعني اللي هي موجوده في مصر. فالموضوع هيبقى سهل بالنسبه لنا. طبعا القصه ديت للناس اللي هي في ناس ما بتستخدمش، او في ناس ما يعني ما جربتش الموضوع، فمحدش يتريق، لان الموضوع ده ممكن يخدم ناس او يفيد ناس. اي حاجه بتفيد الناس يا ريت ما تتريقش عليها. فالموضوع سهل، ولازم الواحد يتاكد من الرقم السري، ويتاكد من طبعا البطاقه ما تتاخرش على كتابه الرقم السري. لو اتاخرت ممكن ما البطاقه تتسحب منك في المكنه وما ترجعش تاني. فطبعا دي خطوات سهله جدا، ايه وطبعا يعني مش يعني بس بنعلمها للناس اللي هي ما جربتش وهي مش عارفه الموضوع اصلا.